عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناه لالا رشيده. اليوم غادي نقدم لكم طلق مشجره. هادو هاد العويدات، هادو كنقطعوهم من برا من الداليه. الشده اللي كدير العلب هادو كينوضوا في الارض تيمشيو بحال كينوضوا بحال اللوايه بحال الرجله، كيمشيو مع الارض كيشدوهم كنقطعوهم كنديروهم هاد العيل تحت الماء باش ينبت. وهنا كنخليو خاوي كنطلقو هادو كنجيبوه من الداليه اللي كناكلو منها العنب، اللي بغينا. كنوريكم كنديرو العود هنا تحت بخي كترجع دابا البنات. ها هو انا درت باش تشاركوا معنا هذا الفيديو هذا، نتمنى الله يعجبكم. غنتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي حاجه. هي الخدمه نتاعي اللي كندير، انا كنخدم في الدار دائما العام كامل مرحله بمرحله كنا باش كنديرو. دابا كملنا الزبير وداك الشيء، دابا كنلقمو الشجر، عاوتاني من الشجر غادي نوليو نزرعوه برا، غادي نديرو في ليطاس الفوف لبو نتاع بلاص نتاع الكيسان تاع الكارطون باش يزرعو. هادشي نتمنى الله يعجبكم الفيديو نتاعنا، وما تنساوش تدعمونا باللايك وابوني ولا كومونتي غاتنساوكم الزويونين. وبسلامة عليكم، حتى المرة أخرى إن شاء الله بحول الله. بسلامة، باي باي. كل واحد خفيف، العود يكون عندي بحال العود باش غير كتشد تلقى نفس العود دائما يكون هكا بحال هو الخدمه تاعنا. لقينا في النهار 3000 وشي حاجه، 3600 في النهار. ساعة كندير 100 حيت هادو راه عندو الراس وعندو الرجلين، عندو هذا هنا تحت هي هاد العين هادي باش كدير جدورة. ما تلقى لا شتي ما عندو والو هنايا، كنحطو هنا. ملي كنحطو هنا كنديرو غير في الشمع باش ما كيضربوش البرد. كيدير هذا كيهزو كيدير تيبقى واحد الرقم ما بغا هو يزرع، ملي كل حال زوين في شهر 5 اللي بغا يبقى من هنا في وسط حتى شهر 5. ومن شهر 5 غيديرو في بلاصة السخون واحد لاشطية سخونة باش كيطفق مع لي زوغمون مع داك الدواء باش تيعطيه بحال هكا. باش كيدير لي زوغمون باش كيطفق كيطلق العروقة وكيطلق الورق كيدي يزرعوها برا. ملي كيزرعو برا كيدير البلاستيك فوق البلاستيك باش ما كاينوش الربيع. كلهم الرويسات واقفين دابا، هادو غتشدهم غنحشوهم راسهم هنا هكا في الشمع من هنايا غيديروهم في لي زوغمون. هنا كيديروا لهم واحد كيحشو في واحد البانيو كيشبو الدواء باش يطلقوا العروقه دغيا تيسخن. كنزرعش
خاص تخلعو دايما الراس يكون قد بحال العود، واحد العين كتشوف العود، واحد العين كتشوف